السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بعد اللي شد لي الخطأ هذه الليلة، الحمد لله شكرا لله. مرحبا بنتي، مرحبا. انت الشيخ ديالنا والاستاذ ديالنا والمدرسة ديالنا، تبارك الله عليك دكتور، الله يجازيك بخير. بارك الله فيك بنتي، حفظك الله ورعاك. الله يخليك لينا. أعزك الله بنتي. ويكثر من أمثالك. أكرمك الله وحفظك الله، مرحبا. نستفدنا بهم ونفيدوا بهم الجميع المستمعين إن شاء الله. يا رب. بغيت نعرف دكتور الدعاء اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو في الطائف. نعم. الدعاء اللي كيقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. نعم. إلى آخر الدعاء. نعم. بغيت نعرف دكتور الفضل هذا الدعاء، وكيفاش كيفاش نستفيدوا من هذا الدعاء في الحياة ديالنا. إياه بنتي، إياه إن شاء الله. فاطمة الزهراء من وزان، وتحية كبيرة لإقليم وزان، هذا الإقليم الرباني، لإقليم الطاهر والنقي والصفي، وأهله طيبون للغاية، سبحان الله العظيم. لما زار وزان وما عرف خيرها وكل من زيتها وشرب من ماءها، راه ما عرف والو. أرض طيبة وأهلها طاهرون مؤمنون ربانيون. شكرا لك يا فاطمة الزهراء. هذا الدعاء اللي قلتي هو دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا راجعا من الطائف. تعلمون أن النبي الكريم قبل ما يهاجر المدينة المنورة كان يبحث عن مكان آمن، لأنه حوصر وأودي في مكة أشد الإداية، داروا لي اختناق كامل. لماذا نقرأ في القرآن الكريم آيات على العذاب وديال النار وديال الوعيد؟ لأن نرى الوضع اللي عاشه النبي الكريم في ذلك الفترة شديدة جدا، وكان يبحث على أي مكان آمن. قبل ما يهاجر المدينة المنورة كان الاقتراح أنه يهاجر إلى الطائف، والطائف معلوم هي قريبة من مكة المكرمة، واحد الأرض هي طيبة، أرض ربي حباها بنخيل وحباها بكروم، فيها عنب، فيها مناخ متوسطي. حتى دابا الآن الناس في الخليج اللي بغى يمشي يفجع نفسه وشي منطقة طبيعية جميلة كيمشي للطائف، بحال احنا مشينا مثلا عين أسردون أو بني ملال أو غيرها من المدن السياحية الجميلة في الطبيعة الخلابة. النبي الكريم قصد إقليم الطائف، وظن بأن أن أهلها مادام الإقليم طيب، فيه الأشجار الوارفة والأغصان والكروم والتمور والعنب، خصوصا العنب عندنا تما موجود، قال غتكون الطبيعة غتأثر في الناس، لأن مكة شديدة جبال قاحلة ومناخ حار، والبيئة كتأثر على أصحابها وساكنتها، فلذلك كانوا متشددين. إلا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الطائف، في الأول الناس تقبلوا مزيان، سمعوا هذا النبي وجهه ليس وجه كذاب، واعتبر بأنه صادق، الكلام استساغوه وأحبوه. فإذا بكفار قريش غادي يبعثوا واحد المبعوث وغادي يسبق ويوصل عند القيادة ديال الطائف، وغادي يقول لهم احذروا من محمد، انه ساحر وكاهن، وانه كذا وكذا، وجعل يفرق بين الناس، وجعل يفعل ويفعل ويفعل. فدروا لهم غسيل دماغ، ومن ثم القيادة ديال الطائف سوف يسلطون سفهاءهم وصبيانهم على النبي الكريم. فإذا بالنبي الكريم كانوا يرجمونه بالحجارة، تبعوه بالرجم بالحجارة، يلا كيبغي يتكلم مع شي حد فتهطل عليه أكوام من الحجارة، حتى إن النبي الكريم جرح وسال دمه الطاهر، وتم غادي هربان هما كيضربوا فيه بالحجارة، وتبعوا أحد الصحابة كيقول لهم أتضربون رجل يقول ربي الله ربي الله، حتى أنه جلس والدم يسيل والعرق والغبار، فقال هذا الدعاء المأتور، قال ربي إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني، إلى قريب يتهجمني
أم إلى بعير ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعود بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات أن يحل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو الدعاء باختصار اللي قاله النبي الكريم في الطائف. واحتاج واحد الراهب نسطوري، الرهبان، هناك الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية، وهناك الرهبان النصارى النسطوريين اللي هما يميلون إلى عدم التثليث وتأليه المسيح، يؤمنون بأن المسيح عليه السلام هو 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 عبد الله وروحه. لكن النسطوريين يكادون يختفون في خضم الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية. فكان هذا الراهب النسطوري جاءه بقطعة من العنب وضمد جراحه وسأله من أنت، فأخبره بالكلام، فتيقن بأنه النبي المنتظر. والنبي الكريم ارتاح من هذا الرجل من دين آخر، لقى حوار بينه وبين المسيحي، حوار كريم، حوار مشترك أنهما يؤمن بالله عز وجل. قصة طويلة سوف نأتي عليه إن شاء الله في ذكر صفحات مشرقة من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفائدة من هذا الدعاء وهو أن الإنسان إذا وقع له ظلم أو وقع له عتاب أو وقع له تصدي من جهة معينة فليقول هذا الدعاء. هذا الدعاء يخفف ما نزل ويبدلك الله تعالى بعد عسر يسرا. لأن الإنسان يشكو، لا يشكو إلى المخلوقات. إياك أن تشكو إلى المخلوقات، المخلوق بحالك بحاله، هو ضعيف وانت ضعيف، هو سقيم وانت عليل بحال بحال. ولكن الشكوى لله، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يعني كتعترف بالضعف ديالك وبعدم القدرة وكتلتمس من الله المدد. إلى من تكلني؟ إلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتهجمني؟ القريب من دمي ولحمي كيأديني تملكني، ولكن البعيد ها هو الآن يتهجم علي. إلى أن قال لك العتبة حتى ترضى ولا حول قوة إلا بالله العظيم. هذا الدعاء يقرأه كل من كان مظلوم وكل من كان وقع عليه شدة الآخرين. ربنا عز وجل يعيده بالنصر ويعيده بالفوز ويعيده بالقوة، وسيكون قريبا بعد من غتنزل ربي، غادي ينزل النصر وغينزل الفتح وغينزل الخير كله. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الدعاء المبارك، دعاء النبي الكريم في الطائف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.